يعد البحث العلمي من الركائز المهمة التي تعتمد عليها دول العالم للنهوض بمجتمعاتها والرقي بشعوبها، ففضلاً عن دوره في تنمية القدرات البشرية، فإنه يعد محوراً أساسياً في حفز الهمم للإبداع والابتكار وفي بناء الصناعات وتطويرها، كما أنه يعد مساهماً أساسياً في الدخول إلى عالم الاقتصاد المبني على المعرفة. ولقد حظيت مجالات البحث العلمي والابتكار بالاهتمام السامي من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، حين أكد بأننا نعيش عصر العلم ونشهد تقدمه المتلاحق في جميع المجالات، وإن ذلك ليزيدنا يقينا بأن العلم والعمل الجاد وسيلتنا لمواجهة تحديات هذا العصر وبناء نهضة قوية ومزدهرة على أساس من قيمنا الإسلامية والحضارية. مؤكداً بذلك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه على ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار، والذي سوف يكون في سلم الأولويات الوطنية وسيمد بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناء الوطن من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. وقد حرصت السلطنة على إعداد استراتيجية وطنية تحدد مسار البحث العلمي والتطوير بالسلطنة وتربطه مع مسار خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الحكومة من أجل الرقي بالإنسان العباني. وتتمثل المهمة التي تم صياغتها للبحث العلمي في تأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية وتعزز الانسجام الاجتماعي وتقود إلى الابتكار والتميز العلمي. أما المحاور الرئيسية للاستراتيجية فتتمثل في بناء وامتلاك سعة بحثية واسعة وتحقيق تميز بحثي في مجالات منتقاة ذات أهمية وطنية وتأسيس البيئة المحفزة للبحث العلمي، إلى جانب نقل المعرفة واكتساب القيمة من البحوث العلمية.